تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية نتحدث عن قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، كيف تسعر العملات وكيف تتفاعل حاليا مع هذا القرار المرتقب؟ صباح الخير. طبعا يعني الأسواق الآن تتأهب لقرار جديد للفائدة الأمريكية. أغلب التوقعات الآن أو يعني الأسواق شبه مسعرة أن يقوم الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما دعم ارتفاع الدولار الأمريكي طوال الأسابيع الماضية. ولكن شهد أيضا الدولار الأمريكي ارتفاعا قويا خلال تداولات أمس بعد إيجابية بيانات القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة، والتي أثبتت قدرة الاقتصاد الامريكي على المضي قدما بالرغم من استمرار الفيدرالي الامريكي في رفع الفائده. ولكن بالرغم من يعني التوقعات الان يعني بتسعر احتماليه رفع الفائده بواقع 75 نقطه اساس، ولكن ستصب الاسواق اهتمامها نحو يعني بيان الفائده المصاحب للقرار. هل سيمضي الفيدرالي الامريكي قدما في وتيره رفع الفائده مع يعني اقتراب نهايه 2022 والدخول في عام جديد، ام انه سيبدا في نوعا ما في تقليص وتيرة التجديد النقدي وتخفيف وتيرة رفع الفائدة. الآن بالنسبة لاجتماع ديسمبر أغلب الآراء الآن منقسمة حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما تسبب نوعا ما في وجود تقلبات في الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية. ولكن بعد بيانات القطاع التصنيعي بالأمس يعني نوعا ما عاد مؤشر الدولار ليرتفع من جديد مقابل أغلب العملات الرئيسية، ليستقر المؤشر الآن عند مستويات 111. نعم أماني، لاحظنا خلال جلسة تعاملات أمس حالة من البيعات لدى الدولار مقابل العملات، وأثرت بشكل كبير على يعني أداء باقي العملات. إذا ما تحدثنا عن اليورو وبعد قرار المركزي الأوروبي ب 75 نقطة أساس، هل تتوقعين أن يستمر اليورو في حالة من التراجعات أم سيبقى مستقرا عند ذات المستويات دون نقطة التعادل مع الدولار؟ فشل اليورو في الاستقرار اعلى مستويات التعادل مقابل الدولار الامريكي، على الرغم من ان البنك المركزي الاوروبي مستمر ايضا في وتيره رفع الفائده. خلال الاسبوع الماضي رفع الفائده للمره الثالثه على التوالي، والمره الثانيه التي يقوم بها الرفع متتالي بواقع 75 نقطه اساس. ولكن تصريحات المحافظ البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد عقب المؤتمر او في المؤتمر الصحفي عقب القرار اكدت على ان هناك مخاوف من تباطؤ نمو اقتصاد منطقه اليورو. فحتى لو تم رفع الفائده هناك يعني تراجع في ثقة المستثمرين حيال الاقتصاد الأوروبي، خاصة طبعا مع نقص الامتداد وانكماش أغلب القطاعات التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى نوعا ما ارتفاع حالة العزوف عن المخاطرة. فحتى لو ارتفع يعني بيانات التضخم التي استقرت عند أعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة وأنها قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على المضي قدما، ولكن هناك ارتفاع في العزوف عن المخاطرة، تراجع في ثقة المستثمرين حيال الاقتصاد الاوروبي، وهو ما تسبب في استمرار تراجع قيمه اليورو. وبالتالي حتى لو يعني اكد البنك الفيدرالي الامريكي اليوم انه قد يمضي قدما ويستمر في وتيره التجديد النقدي، فقد يكون هناك تباين واضح في السياسات النقديه ما بين يعني تسريع وتيره التجديد النقدي الامريكي وما بين يعني نوعا ما الضغوطات التي يعاني منها البنك المركزي الاوروبي، خاصه ان البيانات الاقتصاديه في الفتره الماضيه لا تزال تدعم ارتفاع الدولار الامريكي مقابل اليورو. نعم، يعني اماني تحديدا في هذه النقطه وعن اختلاف السياسات المتبعه من البنوك المركزيه الى اليابان، المركزي الياباني استمر في عمليه التيسير الكمي وسعر فائده سالبه، هل تتوقعين ان يدخل الين الياباني الى مستويات دون ال 150 يعني في ظل هذه الفروقات بين السياسات من البنوك المركزيه؟ طبعا الين الياباني من اكثر العملات التي تعاني من ضغوطات قويه، فعندما اشرت الى البنك المركزي الاوروبي او بنك انجلترا او بقيه البنوك المركزيه فانها تتبع وتيره التجديد النقدي ولكن بوتيره ابطا من الفيدرالي الامريكي. على العكس تماما، بنك اليابان مستمر في السياسه النقديه التوسعيه التي تضغط على قيمه الين الياباني، خاصه ان الفائده حتى الان سلبيه. وبالتالي بالرغم من تدخل الحكومه وبنك اليابان مرتين خلال الشهر الماضي في محاوله للسيطره على انهيارات الين الياباني
الياباني، ولكن طبعا استمرار تلك السياسات بشكل واضح واستمرار اتساع فوارق عوائد السندات اليابانية والأمريكية وطبعا استمرار الفائدة السلبية، الأمر الذي قد يضغط على أو قد يضغط على مزيد من التراجعات الين الياباني الفترة القادمة. الآن وجدنا أن الين الياباني مستقر بالقرب من الدولار الأمريكي عند مستويات 148 ين لكل دولار، ولكن تأكيد البنك الياباني في اجتماعه الأسبوع الماضي على الاستمرار في تلك السياسات مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي وشبح الانكماش الاقتصادي فقد يضغط هذا على تداولات الين الياباني الفترة المقبلة طبعا مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذه التفاصيل.